And it goes a little something like, وقبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله. هسيب لكم رابط قوي والانستا في صندوق الوصف. ما تنسوش تدعمونا بميزه التشكرات تحت الفيديو. يلا نبدا الفيديو مع بعض. بيبدا الجزء الاول بطفل وهو مستخبي تحت المنضده والبيت بيمولع نار من حواليه وبينادي على امه تنقذه، لكنها ما بتكونش عارفه توصل له ولا عارفه مكانه فين، وبتنادي عليه وتقول له دابو انت فين، وتشوفه بعدها وتجري عليه تخرجه، لكن باب الغرفه بيقع عليها وتحمي ابنها وتفقد الوعي. وبيدخل من الخارج شاب بيجري عليهم وبيحاول ان هو ينقذهم، وبعدها بتظهر الام وهي بتخرج للاسعاف وشايلينها، وبتبدا ان هي تستعيد وعيها تاني، وتقوم وتدور على ابنها وتقول ابني اين انت، وتلاقيه خارج بره وتجري عليه تحضنه وتقول له انت بخير يا دابو، فبيقول لها ما تقلقيش امي انا بخير، وان اللي انقذني شاب، وبيشاور عليه وهو خارج من المنزل وفقد للوعي، وبيقول لها هو ده اللي انقذني. لكن بيوصل عندها تشين وهو بيبتسم وينادي عليها ويقول لها جونك، فبتقف وتبص له وتستغرب جدا وتقول له تشين انت بتعمل ايه هنا، فبيقول لها اني مولود لاكون لعنه عليكي، فبتقول له هي مصدومه الحريق ده انت ليك علاقه بيه، فبيزقها ويوقعها على الارض، ويخاف الطفل جدا ويقول لها امي اقفي من جديد، لكن بيقرب منها تشين ويقول لها انك بتتكلمي باستخفاف بيه، واني ممكن اقاضيك بتهمه التشهير بيه، وتتلم الناس عليه وهو بيزعق لها ويقولوا له ابتعد عنها اذهب من هنا الان، ويخاف منهم تشين وبيمشي. وتبص للطفل وبيقول لها امي انا اسف ان انا ما قدرتش احميكي، فبتقول له لا داعي يا دوبو لهذا انا احبك جدا، وتحضنه. وبعد 6 شهور بتظهر البطله وتعرفنا بنفسها وانها ممرضه عظام ماهره، وبتكون بتجهز علاج للرئيس تانغ، وبيوصل عندها الرئيس وبيكون معاق وقاعد على كرسي، وبيقول لها انت ممرضة جديدة وان هل معك اي شهادات طبية، فبتطلع الشهادة من الشنطة وتديها له ياخدها ويقراها، وتقول له سيد تنغ ان الحكم على الناس من مظهرهم ليس بشيء جيد، وتبص له لكنها بتتصدم وتقول لنفسها ان هو ليس بغريب ولكني لم اتذكر جيدا، ويبص لها تنغ ويقول لها هل هي فعلا، ويفتكرها وهو بينقذها من حريق المنزل وبيخرجها، ولكنه بيقع عليه الحائط، ومن وقتها وهو مصاب بالشلل وبيرجع تاني للواقع، وبيقول لها انت متأكدة من انك تستطيع علاجي، فبتقرب منه وبتكشف على قدمه وبتقول له ان هو الشيء سهل جدا ولا تكن عصبيا وعليك ان تستريح الان، وبتطلع الحقنة وتجهزها له وتقول له ان بدام قدامك تقف على رجلك شيء جيد، وان الخلايا العصبية عندك هتستعيد للعلاج، وتديها له في قدمه وتؤلمه جدا. وبعدها بتظهر البطلة وهي خارجة من المنزل من عنده، وبيقابلها تشين وهو داخل، وبيتصدم اول ما بيشوفها وبيشدها من ايدها ويقول لها انت بتعملي ايه هنا، وان انا بحذرك تؤذيني، فبتقول له البطلة تشين ما تقلقش، وان انا هعرف من كان وراء الحريق، وان انا شاكة انك تكون انت من وراء هذا، فبيقول لها تشين انا احذرك لا تفعلي هذا. فبتوصل فتاة وبتنادي على تشين ويبص لها ويقول لها اهلا ايلين، فبتشاور له وتقول له هل تعجبك هدية الخطوبة التي اشتريتها ليك، فبيقول لها انها جيدة جدا حبيبتي، فبتقول له البطلة ان الحب الغامر الخارج منك من الواضح انه غير حقيقي يا سيد تشين، واني اتمنى ان لا تكشف بسرعة، فبيقول لها تشين اخرجي من هنا الان والا سوف تتحملي جميع ما يحدث ليكي، ويسيبها ويمشي. وبيكون البطل واقف في الشباك وشايف اللي بيحصل، وبيقول للمساعد ان من الواضح ان ممرضة والسيد تشين على معرفة قديمة ببعض، فبيمسك قدمه ويقول انها من الواضح ان هي عايزة تنتقم منه. وبتظهر البطلة وهي بتتكلم في الموبايل وبتقول لها ان والدك تعبان جدا، وبعدها بتظهر البطلة وهي في المنزل ووالدها فقد للوعي، وزوجة ابوها بتقول لها ان والدك قطع لاختك شياو عقد الزواج وقام بضربها، وانها غضبت بشدة وهربت من المنزل، وان هو جاء ايضا الى المنزل، وفي شرط اجا لوالدك وقال ان انت احنا لو ما دفعناش الضريب للشركة المتراكمة هيكون الافلاس قريب وبيتم القبض عليه، وان بعد ذلك فقد للوعي حتى الان. فبتقول لها البطلة من الواضح انك زوجة صالحة لتركه يمر بكل هذا وهو مشلول،
فبتقعد جنبها وتمثل انها بتعيط وتقول لها ارجوك ساعديه، فبتقول لها ازاي، فبتقول لها انت زوجت الرئيس تنغ، فبتقول لها الشاب المشلول، فبتقول لها حتى يتمكن والدك من التعافي وسداد الدين. وبعدها بيظهر الرئيس وهو رايح للبطلة وامها وهم في مطعم، والمساعد بيقول لهم سيدة جونك الرئيس يريد أن يعرف إلى أين ذهبتي وتركتي علاجه بالمنزل. فبترد عليه زوجة الأب وتقول إن جونك أيضا من عائلة كبيرة وإن والدها بيمتلك شركة كبيرة. رئيس تنغ، فبيرد عليها المساعد ويقول لها الرئيس يرد أن يعرف إلى أين ذهبتي. فبترد عليه البطلة وتقول له سيد تنغ إن أختي تمر بمشكلة كبيرة وإن أبي الآن فقد للوعي وأنا لا أهرب منك. فبيقول لها المساعد إن أي شخص يتمنى أن يكون مكانك الآن يا سيدة جونك الزمي حدك الآن. فبتقول له البطلة إن السيد تنغ مصاب بشلل في قدمه وإن استطيع علاجه بمهارة، ولكن إذا لم يريد سأذهب الآن ولا أقعد مرة أخرى. فبيغضب جدا المساعد ويقول لها أنتي، ويروح عليها علشان يعتدي عليها، لكن بيوقف الرئيس وبيقول لها انتظر، ويبص للبطلة ويقول لها أقبل بشروطك. وبعدها بتظهر البطلة وهي بتوقع على عقده وبتقول له إني الآن أستطيع مساعدتك ولكن لدي شرط أن لا نتدخل في حياة بعضنا البعض. فبيقول لها إنه الآن سجلي ذلك في الاتفاق بيننا. فبتدي له العقد وتقول له حسنا والآن سنبدأ العلاج. وبيمسك العقد ويبص فيه ويقول لها حسنا. فبتفتح شنطة العلاج وتحضر أشيائها وتبص له وتقول له تحرر من الكرسي الآن. فبيبدأ إن هو يفك الحزام ولكنه ما بيقدرش، فبتروح له وتساعده وتقول له لا عليك فعل شيء الآن، لكنه بيرفض وبيمسك إيديها. فبتحاول إن هي تدخل إيديها غصب عنه، لكن بتدخل عليهم أم البطل وبتتصدم من اللي بيحصل وتلف وشها الناحية التانية وتقول لهم أخيرا ابني حصلت على هذا. فبتقول لها البطلة ماذا؟ فبتقول لها إني آسفة على إزعاجكم وإن أنا همشي الآن وهاجي في وقت لاحق، خليكم براحتكم، وتسيبهم وبتمشي. وبعدها بتاخد البطل وتخرج بره الغرفة وتكون أمه قاعدة بره، وتقرب منها وتوريها فيديو لطفل صغير وتقول لها بصي وإن الطفل ده اسمه دابو وإن هو مقدم في مسابقة غناء وإن هو شبهك جدا يا تنغ. والبطلة واقفة ومصدومة وتقول له هتتزوج إمتى وهتعطيني طفل إمتى مثله بهذا الجمال تنغ. فبيمسك إيد البطلة ويبص لأمه ويقول لها إني هتزوج في الحال يا أمي. فبتتصدم أمه وتبص للبطلة وهي مصدومة جدا. وهنا نكون خلصنا أحداث الجزء الأول، أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. لو عاوزين ملخص الجزء الثاني ما تنسوش توصل الفيديو 1000 لايك في أسرع وقت ممكن. وقبل أي حاجة ما تنسوش تشتركوا في قناتنا وتزودوا عيلتنا الجميلة فرد جديد، ولو الفيديو عجبكم اضغطوا اللايك الجميل وكومنت أجمل عشان نستمر ونقدم أكتر. وبس يا حلوين، أسيبكم مع تعليقاتكم الحلوة، زيكم بحبكم أوي، شكرا لكم جدا.